ريال مدريد فاز على النادي الأهلي بأربع أهداف مقابل هدف في بطولة كأس العالم للأندية. الحقيقة أن النادي الأهلي قدر يقدم أداء قوي ومميز طول المباراة، وكان يعني كان أداء قوي وعالي، وكان الند بالند طول اللقاء، ولعيبة الأهلي كانوا رجالة قدروا يقدموا أداء قوي ومميز. والحقيقة أن النادي الأهلي لسه معاه الفرصة أنه يفوز بالميدالية البرونزية أمام نادي فلامينجو، يعني لتحديد المركز الثالث. متابعي كورة بلس في كل مكان، اهلا بكم في جوله جديده على مواقع السوشيال ميديا المختلفه، وردود افعال الجماهير بعد مباراه الاهلي وريال مدريد. البدايه من احمد اللي قال: والله الاهلي عالمي ولعب ماتش تاريخي وكان احسن من ريال مدريد من حيث الاداء، بس لولا الحظ والفرص السهله جدا اللي ضاعت والاجوان اللي دخلت من اخطاء بسيطه قوي، والنتيجه غير معبره عن سير اللقاء ابدا. هارد لك يا اهلي، بنلاعب اقوى فريق في العالم، الحمد لله على كل حال وعلى الحلوه والمره معاك يا اهلي. اما الاء قالت: الاهلي وصل سقف طموحاتنا لدرجه اننا مقهورين عشان خسرنا من ريال مدريد وما لعبناش نهائي الكاس، شكرا للاهلي. اما احمد قال: نتيجه غير معبره نهائيا عن سير المباراه، العكس كان في لحظات كتير الاهلي كان افضل، ولحظات الاهلي كان يقدر يرجع في المباراه. الاهلي النهارده كان بيلعب بشخصيه وكنا بنروح ونضيع، ما كناش راكنين ورا وخلاص، لكن مباراه حسمتها تفاصيل اخر 8 دقائق ظلمت احداث 90 دقيقه كبيره قدمها النادي الاهلي. اما منا قالت: الانسان فخور باداء الاهلي لابعد الحدود والله، وده المكسب الحقيقي بالنسبه لي. يمكن كانت هتفرق لو غير قفشه بدري شويتين ثلاثه، بس عملوا اللي عليهم وكانوا رجاله بمعنى الكلمه، وبالاخص هاني والشناوي والشحات. محمد قال: قدر الله وما شاء فعل، الهزيمة من أكبر فريق في العالم ليست نهاية البطولة، ما زلنا أمامنا مباراة الثالث والرابع، القادم أفضل بإذن الله. نبيل قال: مفيش حزن ولا حاجة، احنا بنلاعب بأحسن فريق في العالم، ولو اتوجدت حبة ثقة انك تقدر تفوز كان يستطيع الأهلي يفوز والله. فريق عالمي، ارفع راسك فوق، انت أهلاوي، وسير المباراة لا يدل أبدا على نتيجتها. فتحي قال: انا فخور كل الفخر اني بشجع أعظم نادي، انه دايما السبب في فرحتي، جمهورك دايما وراك يا أهلي. محمود قال: بغض النظر عن الحزن اللي فيه، لكن فخور جدا بمستوى الاهلي اللي قدمه في الماتش، ايا كان نتيجه المباراه اللي جايه الاهلي عمل بطوله جيده جدا، اهلاوي والفخر ليا. محمود قال: انت متخيل ان الاهلي مزعلنا عشان ما كسبناش ريال مدريد؟ متخيل، دمت لنا فخر يا اهلي والله. عبير قالت: وربي ما قصرتوا، لعبتوا مع أفضل فريق بالعالم ند بند، أخطاء بسيطة كانت السبب بالخسارة، لكن الأهلي بطل ودايما بيبقى بطل، وإن شاء الله تعوضوها. أحمد الجرحي قال: الأهلي وصل سقف طموحاتنا لدرجة إننا مقهورين عشان خسرنا من ريال مدريد وما لعبناش نهائي الكاس، شكرا للأهلي. محمد كمان قال: الأهلي فعلنا المستحيل ولم يكن المستحيل كافي، حزين على النتيجة لأننا ما نستحقش النتيجة دي، بس هي دي الكورة، معاك يا أهلي. أحمد قال: الأهلي ده عظيم وبطل، قدر الله وما شاء فعل. محمد قال: تحية كبيرة لكل الأبطال، محدش أثر، كنا أكتر من ند في أوقات كتير، فرق خبرات وغياب التركيز وتوفيق كبير لريال مدريد أدى إلى نتيجة لا تعكس مستوى الأداء، مفيش مشاكل، تجربة مهمة جدا أضافت إلينا كثيرا، آخر هدفين كان من الممكن تفاديهم، حظ أوفر لكولر ولجميع وللجميع فيما هو قادم، ما زالت هناك فرصة للميدالية. وبكده تكون خلصت ردود أفعال من جماهير الأهلوية بعد مباراة ريال مدريد والأهلي من بطولة كأس العالم للأندية. وطبعا زي ما شفتوا حضراتكم بالإجماع الجماهير شايفة أن النادي الأهلي الحقيقة قدم يعني مستوى قوي، وكان الند بالند طول المباراة، وقدم طبعا يعني النادي الأهلي صورة طيبة للجماهير رغم الخسارة. متابعي كورة بلس في كل مكان، جولتنا خلصت على مواقع السوشيال ميديا المختلفة بعد
بعد المباراة. استنونا في جولة جديدة ومختلفة، وما تنسوش مع كورة بلس ما تفوتوش أي لعبة.